طلاب أهلا بكم بالعام الدراسي الجديد، وأنا تعرفون كل زين راح أدرسكم إن شاء الله سنة اللي هي ديجيتال كنترول، ودرسكم المختبر مع ديجيتال كنترول. الديجيتال كنترول أخوان هسه شيرينج مال الشاشة تشوفونه مو؟ احد من الطلاب بس يجاوبني، احد شيرينج ما شوفونه مو لكتشر؟ نعم استاذ. نعم، واضحه؟ واضح استاذ. واضح. فناخذ ديجيتال كنترول سيستم. المحاضره الاولى هي تكون شنو انترودكشن على ديجيتال كنترول سيستم. بالبدايه ناخذ شنو هو الوصف العام للكورس مالنا، وناخذ السيلبس مالنا، وناخذ انتروداكشن بسيطه على الديجيتال كنترول. الكورس ديسكربشن، بهذا الكورس اخوان راح ندرس المفاهيم الاساسيه، النظريات الديجيتال، وشلون نسوي موديلنج للسيستم مالنا بالديجيتال، وشلون نحلل هذا السيستم مالنا يعني، وبعدين شلون نسوي ديزاين الديجيتال كنترول سيستم. يعني اذا اخوان الكورس مالنا الكورس ديسكربشن ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول هو الموديلنج، شلون نعمل موديلنج، يعني شلون نوجد اخوان ترانسفير فانكشن للسيستم مالنا بالديجيتال كنترول. الجزء الثاني منه راح اسوي تحليل، مثل ما اخذتوا بالكلاسيكال كنترول بالبدايه من درسكم استاذ علي، عمل لكم سوى لكم موديلنج، بعدين اناليسيس، بعدين ديزاين. الديزاين اخذته يمكن غير درس. نفس الشيء العمل يا اخوان، احنا راح نبدي ناخذ يعني موديلنج، يعني شلون نصمم ترانسفير فانكشن، نجي ترانسفير فانكشن للسيستم مالنا بالديجيتال كنترول، بعدين شلون نحلل، نسوي تحليل للسيستم مالنا بالديجيتال كنترول، بعدين نعمل ديزاين المنظومه مالنا بالديجيتال كنترول. هذا اخوان الكورس ديسكربشن. اذا هو دراسه المفاهيم الاساسيه لنظريات الديجيتال كنترول، وتحليل انظمه الديجيتال كنترول، وتصميم انظمه الديجيتال كنترول. من هذه راح نعطي شنو المعرفه لنمذجه وتحليل انظمه التحكم المنفصله، وتقييم اداء انظمه التحكم المنفصله. يعني النمذجه اخوان يعني شلون نعمل موديلنج للسيستم مالنا، وتقييم اداء الانظمه التحكم المنفصله، شلون الدايناميك ريسبونس مالنا، يعني اللي هو الاوتبوت مال السيستم مالنا، شلون احنا نفهم ونحلله، شلون نوجد. يعني انت اخذتوا التايم ريسبونس بالكلاسيكال كنترول، وعرفتوا انه التايم ريسبونس ينقسم قسمين، الترانزيت والستيدي ستيت. اسوي تحليل الترانزيت والستيدي ستيت ريسبونس، بعدين نكتسب من هالكورس مالنا مهارات تصميم ومحاكاة الأنظمة الصناعية والعملية، وتحسين إداء أنظمة التحكم المنفصلة. يعني منظومة حسن إداء مالها راح نكتسب مهارات نقدر نحسن عمل المنظومة مالنا. ببساطة شنو نعمل كنترولر تحسن لنا الدايناميك ريسبونس للسيستم، يعني الأوتبوت مال السيستم أنا أريد المواصفات المطلوبة. بعدين تعطيك مهارات عامة، فهم متطلبات وعمل عمليات أنظمة التحكم المنفصلة، وتقنيات التصميم والضبط لتحسين الاداء. اخوان هذا اللي خصها كلها انه احنا راح ندرس ديجيتال كنترول. بالبدايه شلون نعمل موديلنج للسيستم مالنا. اثنين شلون نسوي تحليل للسيستم مالنا. ثلاثه شلون نعمل شنو هو ديزاين للسيستم مالنا. هذا اخوان الكورس ديسكربشن يتلخص بالنقاط الاتيه. اسمعوني واضح يا الطلاب؟ واضح استاذ. اي خوش. السيلبس مالنا اخوان راح يتكون من ست وحدات. الوحده الاولى هي انترودكشن، يعني شلون انترودكشن، يعني شنو هو الديجيتال كنترول، يعني ستراكشر مال الديجيتال كنترول، الكنترولر اللي هو متكون منها، شلون اسوي انالوج تو ديجيتال، ديجيتال تو انالوج كونفيرتر، سامبلنج ثيرم. هذا اخوان راح ناخذها بالانترودكشن اللي هو درسنا اليوم هذا، واللي تجارب المختبر راح تعتمد على هذا الانترودكشن. اعطي عليها تجربتين، شلون نعمل انالوج تو ديجيتال بفصل ماتلاب، يعني نكتب شلون نكتب سكريبت فايل، نسوي ام فايل، هسه راح تلاحظون التجارب مالكم، وشلون نسوي ديجيتال تو انالوج، شلون اسوي زيرو اوردر هولد، اشرح لكم اياها بالتفصيل، وان شاء الله ناخذها بالمختبر، وشلون راح تلاحظونها
باصل شنو هو باصل البرمجه شلون راح اسوي انالوج تو ديجيتال وديجيتال تو انالوج كمبيوتر. الوحده الثانيه يا اخوان احنا قلنا السيستم ما شلون نسوي له موديلنج شلون نسوي له. اذا انا احتاج احول من الكونتينوس سيجنال الى ديسكريت سيجنال باصل ترانسفورميشن. هذا ترانسفورميشن نستخدمه هي شنو زيت ترانسفورم نحول من تايم سيكونس ديسكريت نحول الى شنو الى نحول من كونتينوس الى ديسكريت باصل شنو تحويل اداه التحويل نسميها شنو هي الزيت ترانسفورم. وهم ناخذها بالتفصيل شنو الزيت ترانسفورم اشتقاقها وزيت ترانسفورم والانفيرس زيت ترانسفورم وتطبيقات الزيت ترانسفورم لحل الدفرنس ايكويشن. الوحده الثالثه هي البلوك دايجرام ريبريزنتيشن. مثل ما تكلمنا هسه قلنا شنو احنا يعني عند المنظومه بالبدايه قلنا شنو نعمل موديلنج شلون اوجد الترانسفر فانكشن للسيستم مالتي. وانتم اخذتوا بالكلاسيكال كنترول اخوان ما تختلف الديجيتال عن الكلاسيكال، بس انا بالديجيتال راح اشتغل بالديسكريت بالكلاسيكال راح اشتغلت بالكونتينوس الانالوج سيجنال. هم شلون تعملون توجدون الترانسفر فانكشن وهنا نسميه بلس ترانسفر فانكشن سواء كان اوبن لوب او كلوز لوب عندي شنو بلس ترانسفر فانكشن. والوحده الرابعه اللي هو شلون اسوي اناليسز انا اصل للسيستم مالتي يعني انا عندي الاوتبوت مال الريسبونس مالتي واعمل له اناليسز شلون اسوي تحليل للديناميك ريسبونس مالتي للترانزيت ريسبونس والستيدي ستيت ريسبونس. الوحده الخامسه الاستابيليتي ثيوري راح ناخذها. وتعرفون انه السيستم اخذته العام انه السيستم يكون ستيبل اذا يصل للستيدي ستيت. من يصل للستيدي ستيت نقول هذا السيستم مالنا شو يكون السيستم مالنا يكون شنو ستيبل. زين انا شلون اعرف السيستم مالتي ستيبل؟ اكو نظريات. من هذه النظريات هي النظريه الطريقه الاولى هي طريقه مثل باصل الفاكتورايزيشن ميثود او الروث ستابيليتي كرايتيريا او الجوريستيس. هذنا اخوان ثلاث طرق اقدر عشان اشيك السيستم اسوي تيست للسيستم مالتي يكون ستيبل او ان ستيبل. او ناخذها بالتفصيل ان شاء الله بالوحده الخامسه. الوحده السادسه اخوان هي شلون اعمل ديزاين للمنظومه مالتي بالديجيتال كنترول. والديزاين اخوان للديجيتال كنترول اكو طرق عديده. مثل هذه الطرق هي طريقه الديد بيد ويسمونها الضربات الميته يسمونها الديد بيد او يسمونها يعني الريسبونس السريع. الريسبونس السريع اذا الترجمه مو حرفيه نقدر نفهمها نقول شلون نسوي ريسبونس سريع للسيستم مالنا يسمونه الديد بيت. او اكو طرق اخرى مثل طريقه الروت لوكاس او الطرق الاخرى طريقه الزيكلر نيكلز اللي اخذتوها بالكلاسيكال اقدر اطبقها نفس اخوان واقدر اطبق طرق الفريكونسي مثل النايكوست والنيكلز والبود بلود اقدر اطبقها ديزاين مال السيستم مالنا. هذه الطرق اخوان ملخص للسيلبس مالنا للست وحدات ايش راح ناخذ شلون ندرس بالديجيتال كنترول. التكست بوك اخوان هذا التكست بوك عندكم للسامي فادلي هو الطبعه اكو طبعه اللوه الطبعه الاولى ب 98 والطبعه الثانيه ب 2012. الطبعه الثانيه اخوان هي عنوان مالته هو ديجيتال كنترول انجينيرنج اناليسيس اند ديزاين. هذا اخوان المنهج الرئيسي لكم. حتى الاسئله تجي محتواها مشابه له يعني اعتمدوا على هذا الكتاب. الطبعه الثانيه احسن من الطبعه الاولى. هو الطبعه يتفي بالغرض بس الطبعه الثانيه في تفاصيل اكثر من الطبعه الاولى. العنوان مالته هو ديجيتال كنترول انجينيرنج اناليسيس اند ديزاين لسامي فادلاي. وانا عندي طبعا نسخه راح انزل لكم اياها ان شاء الله تكون عندكم حاضره. وهذه الريفرنس الاخرى اخوان تقدر تستفادون منها مثل عندك الريفرنس الاول ديجيتال كنترول اوف دايناميك سيستم لفرانكلين وكذلك مودرن كنترول سيستم عندكم هم 2008 هذا الطبعه مالته. وعندكم ديجيتال كنترول سيستمز هيرتيكال بروبلم اند سيميليشن تول باي تايلر اند فرينس طبعا 2018. طبعا اخوانا طبعا الريفرنس الثالث مهم لانه حقيقه كتاب قيم بس انتم عندكم التكست بوك مالكم هو ديجيتال كنترول انجينيرنج اناليسيس اند ديزاين. اما الريفرنس الثالث هم عندكم شنو مهم وعندكم هذا دازو لينير كنترول اناليسيس اند ديزاين وكو اوتوماتيك كنترول سيستم. يعني عندكم اهم كتابين هو الريفرنس الثالث والتكست بوك مالكم هو ديجيتال كنترول انجينيرنج اناليسيس. هذا اخوان اللي يريد يتابع الكتب ويقرا ويوسع الفكره مالته اكثر. ناخذ اخوان نبدي بالانترودكشن معنا.
أخذت كلاسيكال كنترول سيستم. أذكركم بالكنترول بالكلاسيكال كنترول سيستم. شنو واحد يسأل شنو كنترول؟ كلمة كنترول أخوان اللي أخذتوه أنتوا درستوه هذا طبعا هذا الصفحة مراجعة لما أخذتوه في الصف الثاني. كلمة كنترول هي جاية مشتقة من كلمة سايبرنتكس يعني سايبرنتكس. سايبرنتكس أخوان كلمة لاتينية معناتها التحكم عن بعد. إذا كلمة كنترول هي عبارة عن تحكم بعد. شلون أتحكم؟ يعني عندي ديفايس عندي سيستم وأريد أتحكم بالريسبونس مالته. والكنترول أخوان هي بكل حياتك موجودة سواء من أنت كشخص موجودة عندك إلى وين ما تروح عندك شنو أنظمة كنترول. ابتداء من عندك كشخص عندك كنترول عندك مثلا الكنترول مالتك مثلا عندك ضغط الدم هو هذا مسيطر عليه يعني اكو ضغط من يصير اختلاف التوازن راح عندك يختلف الضغط مالتك عندك تمبريتشر درجه الحراره مالتك هذه هي كنترول عندك لو تجي تطبيقات حياه اليوميه عندك بالبيت عندك هذا الواشنج ماشين الغساله عندك هذا الاوفن كلها يعني تروح تطلع بالشارع اول ما تلاقي ترافيك لايت كلها انظمه كنترول وهكذا اخوان لو تشوف الطائرات تشوف الروبوت يعني اي مصانع مال 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 ادويه مصانع مال يعني اي مصنع من المصانع لازم بمنظومه شنو كنترول اذا الكنترول اخوان في كل الحياه اليوميه موجود ودرستوا انتم الكلاسيكال كنترول وانذكركم به اذا انا عندي اريد مواصفات مال سيستم معين اريد احصلها اذا اعمل له كنترول على مود هذه المواصفات انا اثبتها يعني الديزاير انا شنو احصل عليها الكنترول سيستم اخذتوه العام انتم متكون من شنو متكون عندكم من البلانت اللي انت دي تسيطر عليها ومتكون شنو من الكنترولر والكنترولر اللي اخذتوها العام اخذتوها عباره شنو اوبريشن كنترولر سواء كانت بروبوشنال او بي اي او بي دي او بي اي دي وهذا اخوان الكلوز لوب اللي اخذتوه انتم العام كلوز لوب هذا البلانت مالنا اخذتوه شنو هو يسمى لينير تايم انفيرينت شنو اخوان اخذتوه لينير تايم انفيرينت البلانت عباره جايه من ديفرنشال ايكويشن وهالديفرنشال ايكويشن الكوفيشنت مالها كونستانت فذلك نسميها تايم انفيرينت يعني الكوفيشنت مالها ما تتغير ويا الزمن يعني الكونست يعني العام اخذته الديفرنشال ايكويشن الديفرنشال ايكويشن اذا كانت الكوفيشنت مالها كونستانت نسميها تايم انفيرينت يعني ما تتغير ويا الزمن يعني البلانت مالتك الكاركترستيك ثابته مالته يعني مواصفات مالته ثابتة يعني مثل موتور هو موتور الكونفشت مالته شو تكون ثابتة إذن أو أي تكون أي طائرة الكونفشت مالها شنو يعني تكون غير شيء راح تكون يعني مو تايم فاريانت راح تصير أما مثل إذا موتور أو أي سيستم آخر مواصفات مالته ثابتة نسميها لينير تايم انفاريانت فبما أنه أخوان تايم انفيرينت يعني الكومبوجيت مال السيستم هذا مال البلانت مالنا ما تتغير نسميها تايم انفيرينت ايضا عملها كنترولر شنو ليش عملها كنترولر اخوان ايضا حسن المواصفات مال السيستم مالتي يعني هذا الريسبونس مال الديناميك ريسبونس اللي هو الاوتبوت مالتي الديزايرد ايضا خليه يكون نفس الريفرنس يعني اسوي تراكينج شنو اخوان اسوي تراكينج يعني الاوتبوت اجعله نفس الانبوت اذا دخل الانبوت ستيب يعني الاوتبوت ستيب إذا دخل الانبوت رامب الاوتبوت حصل عليه شيء يكون رامب إذا أنا أريد أحصل على نفس المواصفات هذا أخوان الفيدباك راح أحصل أنا الأوبجكتيف من كل الكنترول أنا أريد أحصل سمول ستدي ستيت إيرور يعني أجعل ستدي ستيت إيرور يكون صفر ليش؟ لأن هذا الريسبونس مالتي راح تكون من ستدي ستيت الترانزيت ريسبونس والستدي ستيت ريسبونس الستدي ستيت ريسبونس يكون شنو الإيرور مالتي شو يكون صفر الكلوز لوب يكون شنو ستيبل يعني من نقول كلوز لوب شنو يكون ستيبل يعني معناته السيستم مالتي يصل شنو الستيت ستيت يعني السيستم مالتي يتارجح بالترانزيت ريسبونس الديناميك بعدين شنو يصل شنو الى ستيت ستيت الجود ترانزيت ريسبونس يعني ترانزيت مالتي ريسبونس اقول جود ترانزيت ريسبونس معناته مثل ترانزيت مالتي يكون الفايس تايم يكون مثل عندي سريع السيستم مالتي السنتك تايم وذ سبيسيفايد فاليو وذ القيم المعينه مالته الاوفر شوت مالتي يكون قليل هذا نسميه شنو هو جود ترانزيت ريسبونس الديستربنس ريجكشن الديستربنس ريجكشن اخوان يعني معناته انا شكو عندي شنو يمنع لي شنو هو الديستربنس يمنع شنو الديستربنس او يقللها بصوره تقريبيا
اذا اخوانا كنترول سيستم اخذته العام هو عباره شنو عندي هنا شنو بلانت، والبلانت مالتي يكون اما الكتريكال ديفايس او اوبتيكال او ميكانيكال، وانا اذا سيطر عليه وحصل على مواصفات اجعل الاوتبوت شنو يتبع تبع شنو الريفرنس مالتي وشنو الانبوت. هذا اخوان ملخص بسيط عن الكنترول كلاسيكال كنترول سيستم. اما بالديجيتال كنترول اخوان نجي ناخذ شنو موضوع شنو ديجيتال كنترول. هسا تكلمنا على كلاسيكال كنترول اخوان. بالكلاسيكال كنترول كانت المشكله الرئيسيه عندكم شنو هي؟ هي الكنترولر. الكنترولر بالكلاسيكال كنترول متكونه من شنو؟ الكنترولر متكونه من اوبريشن امبليفاير، والاوبريشن امبليفاير انا اريد اما هي بي اي دي مثلا على سبيل المثال، يعني بي اي دي اذا راح تكون راح يكون عندي 3 من الاوبريشن امبليفاير، واحد انتجريتر وواحد ديفرنشيتر وواحد شنو بروبورشنال. أنا هذه كلها الكنترولر بها قيم R وبها شنو قيم مثل متسعات. هذه بالتصميم أنا مشكلة، لأن أنا إذا يتبدل عند البلانت من يتبدل عند البلانت يعني البلانت يتغير. خوش مثل أنا عندي موتور، والموتور شنو بستخدمه مثل أنا سبيد كنترول، من استخدمه بوزيشن كنترول راح تتغير. أنا عند الكنترولر تتغير، من أريد أغير الكنترول لازم أنا وين أرجع؟ أرجع أغير قيم الـ R وقيم الـ C، وذلك تكون من الصعوبة أن أغير، لأن هذه هاردوير يعني من الصعوبة أن أغيره مباشرة الـ R والـ C. لازم أرجع أعمل ديزاين جديد. من كان الموتور مالتي سبيد كنترول كانت البلانت مالتي سويت البوزيشن كنترول، تغيرت المنظومة مالتي. إذا أنا شنو تغير؟ تغير عندي شنو الكنترولر راح شنو تكون تتغير، تتغير شنو عندي الكنترولر يعني قيم الـ R والـ C شنو تتغير. هذه هي مشاكل اخوان الكلاسيكال كنترول، يعني شنو هاردوير بالنسبه من ابني الكنترولر. بالديجيتال كنترول اخوان هسه انا اشوف هذه المشكله اللي نقدر نتغلب عليها. اذا الديجيتال كنترول اخوان الاستراكشر مالتي يكون كالاتي. يتكون عندي شنو البلانت مالتي، هذا البلانت مالتي هو البلانت مالتي، وعندي شنو الكنترولر. الكنترولر بالديجيتال كنترول اخوان تكون عباره عن كمبيوتر، اما مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر. اذا اخوان بالديجيتال كنترول الكنترولر مالتي تكون كمبيوتر، اما تكون مايكرو بروسيسور او تكون شنو مايكرو كنترولر. والبلانت مالتي الانبوت يدخل للبلانت مالتي لازم شو يكون شنو انالوج، فذلك احتاج الى انالوج تو ديجيتال كونفرتر. الاوتبوت من البلانت مالتي راح شو يكون انالوج سيجنال. انا الداخل للكمبيوتر شو يكون شنو هو يكون شنو الداخل للكمبيوتر مالتي شو يكون ديجيتال، فذلك احتاج الى انالوج تو ديجيتال كونفرتر. اذا اخوان الديجيتال كنترول احنا راح ندرسه من وجود خوارزميه، يعني راح ندرس الديجيتال كنترول خوارزميه التحكم مالتي من وجهه نظر خوارزميه التحكم او برنامج الكمبيوتر او التحويل بين المجالات التناظريه والرقميه. الستركشر مال ديجيتال كنترول مالتي يتكون من عندي يعني كمبيوتر، اما مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر. بعدين انا عندي البلانت مالتي لازم ادخل له شيء يكون شنو داخل له يكون انالوج سيجنال، اذا احتاج ديجيتال تو انالوج سيجنال. الاوتبوت مال البلانت مالتي شو يكون هو انالوج، اذا احتاج او مدرجعه فيدباك، اذا احتاج احوله الى من انالوج الى ديجيتال كنترول سيستم. اذا اخوان هذا الديجيتال كنترول الستراكشر مالتي للديجيتال كنترول سيستم هو يكون عندي مكون من البلانت مالتي الاكتويتر او البروسيس مالتي، وعندي شنو الداخل وعندي هين كمبيوتر احول من 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 السيجنال مالتي من ان ديجيتال الى انالوج، او تسوي شنو درايف للبلانت مالتي، بعدين اريد ارجع السيجنال مالتي فيدباك، اذا احول السيجنال مالتي من انالوج تو ديجيتال. اذا اخو عندي هذا الريفرنس مالتي الانبوت مالتي الداخل الكمبيوتر هم تكون عباره عن شنو؟ تكون عباره عن انا هم انالوج احتاج انالوج تو ديجيتال كونفرتر، والاوتبوت شو يكون هنا شنو؟ انالوج سيجنال. هذا اخوان الشرح لما تقدم هو شنو اذا عندي انالوج تو ديجيتال كونفرتر. الانالوج تو ديجيتال كونفرتر سناخذ اخوان هذا ناخذه كله بالتفصيل، راح تكون عباره عن سامبلر زائد كوانتايزر، وهسه راح نجي ناخذها. يعني احول من انالوج تو ديجيتال كونفرتر على مود شنو اسوي درايف للبلانت مالتي، بعدين انا احتاج احول من ديجيتال الى انالوج كونفرتر. اذا شو يكون عندي؟ راح يكون عباره عن زيرو اوردر هولد. شلون هذا هسه راح ناخذه بالتفصيل هذه الامور ونناقشها واحده واحده.
للستركتشر مال الانالوج ديجيتال كونفرتر، ونلاحظ شنو هذه هنا مكتوب عندكم هذا الشرح اخوان للسيستم اللي هو ستركتشر مال الديجيتال كنترول، وتكون هنا يوضح لك انه شنو يعني الديجيتال كنترول راح شنو انا اعتمد على السامبلز لان اشتغل بالديجيتال، اما بالكونتينوس راح تكون الفرق شنو يكون يعني كونتينوس سيجنال اللي نسميه انالوج سيجنال. وهنا يحكي لك انالوج تو ديجيتال كونفرتر، اصلا ناخذها بالتفصيل ونشوف شنو تاثير النمبر اوف بت بالورد لينث مال الانالوج ديجيتال كونفرتر. بعدين شنو يعني يوضح لنا انه شنو بالكونتينوس تايم عندنا شنو التايم مالتنا شو يكون تي، اما بالديسكريت التايم راح شو يكون يعني كي تي، لان شنو السيجنال مالتي راح تسمى سامبلز تظهر كي تي يعني كي يكول 0 كي يكول 1 كي يكول 2 وهكذا، يعني سامبلز راح تظهر معنا وصلنا على هذا بالترتيب. يعني يتكلم لنا على الباندويث مال السيستم مالنا، وتعرفون انتم الباندويث مال كلوز لوب انا احتاج احول تحول اخذته بالسيجنال على السيستم، تحولون من السيجنال مالتي من كونتينوس الى ديسكريت، احتاج يعني من نعمل سامبلنج احتاج سامبل ريت 20 تايمز الباندويث مال السيستم مال المنظومه مالتي. ليش احتاج 20 تايمز؟ انا مود اجعل الكونتينوس ديسكريت مثل الكونتينوس يعني السيجنال مالتي تكون مقارب لها، اذا احتاج السامبلنج ريت احتاج 20 تايمز ذا باندويث اوف ذا شنو ذا سيستم مالتي. هذا اخوان اساني جيت امشي سريع انا متوصلكم لهذه الكونتينوس والديسكريت. هذا الكونتينوس سيستم مالتي، لاحظ اخوان هذا بلانت هذا الكنترولر، هنا الديسكريت هذا البلانت مالتي هنا الكنترولر، كنترولر هنا اوبريشن امبليفاير، هنا الكنترولر عباره عن شنو كمبيوتر، كمبيوتر يعني ما هو الداخل اللي هو شو يكون لازم يكون له شنو ديسكريت يعني يكون ديسكريت، فذلك نحتاج انالوج تو ديجيتال كمبيوتر. الفرق اخوان بين الفرق بين الكلاسيكال كنترول والديجيتال كنترول بهذه الفروقات الثلاثه، لاحظ اخوان عندي اول فرق عند الاشاره ان تكون عند الداخل بالكونتينوس كونتينوس تايم سيجنال، وعرفت انتم بالرياضيات اخذ درستوها في صف اول الاشاره تكون كونتينوس، شنو الاشاره تكون كونتينوس؟ لاحظ يعني هذا اشاره تكون كونتينوس اذا تحققت بها المواصفات الاتيه، اول شيء تكون تتحقق لازم شنو المشتقه مالها موجوده، هذا اخذتوها بالرياضيات اذا تكون الكونتينوس السيجنال مالتي تكون كونتينوس، والمشتقه مالها تكون نفس قيمه الليمت بالنقطه اللي انت مشتق عليها ماخذ الليمت مالها، اوجد الليمت مالها والمشتقه اقول هذا الاشاره تكون كونتينوس. هنا تكون اخوان تكون هنا سامبل، ليش؟ لان انا عندي بالديجيتال من انا اقول انالوج تو ديجيتال اول ما اجي اعمل شنو سامبلنج، يعني اجي اقطعها، هذا شلون اقطعها؟ هسه ناخذ السامبلنج ناخذها بالتفصيل، يعني هذه الاشاره مالتي من اعملها سامبلنج اسوي لها ملتيبليكيشن ويا اشاره اخرى نسميها ترين اوف امبلسز، يعني اضربها فاقطعها، وقلنا ناخذ السامبلنج ريت 20 تايمز شنو الباندويث مال السيجنال مالتي هذه 20، ليش؟ على مود تكون هذه وهذه تكون نفس المواصفات تنطيني، اذا هذه تكون هنا سامبل، هذه الاشاره تكون سامبل، هنا شو تكون كونتينوس. هنا الاشاره اخوان انالوج متناظره انالوج سيجنال، هنا اشاره ديجيتال ديجيتال سيجنال. هنا اخوان قلنا كونتينوس، هنا شو تكون سامبل مقطعه. هنا انالوج سيجنال، هنا شو تكون ديجيتال سيجنال، شلون ديجيتال سيجنال؟ هذا اخوان احنا نحدد الليفل ماله اخوان كوانتايزيشن ليفل حددته. ايش قد انا ماخذ الورد لينث مثلا على سبيل المثال ماخذ الورد لينث ماخذ ثلاثه، يعني هذا كم بتمثله؟ اذا من الكوانتايزيشن ليفل شو يصير؟ 2 تو بور ان يصير 8 ليفل. هذا شوف هذا هذا السامبل ايش قد الليفل مالته؟ افرض الليفل مالته كان ايش قد يعني 1، اذا شو اقول 100 كان 3 شو يصير 110، وهكذا احدد الليفل مالتي، هذا قيمته مثلا 4 ايش راح يصير عندي 001، وهكذا اذا كان اخر شيء الليفل مالتي يكون 7 شو يصير عندي يعني عندي هذا على 1 يصير 111، اقول هذا الليفل مالتي، اذا انا حولته من هنا الاشاره مالتي انالوج هنا ديجيتال سيجنال، اول وحده شو تكون كونتينوس سيجنال، الاشاره هنا تكون شنو سامبل سيجنال. الاخر شيء اخوان المهمه
هو عندي هنا الكنترولر بال 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 بالانالوج تكون عبارة عن operation amplifier. أما الكنترولر هنا شو تكون عبارة عن شنو هي؟ أما عندي مايكروبروسر أو يعني كمبيوتر مايكروبروسر أو مايكروكنترولر. إذن أخوان الفروقات الثلاثة الرئيسية بين الديجيتال وبين الكونتينيوس، فالكونتينيوس الإشارة تكون كونتينيوس وتكون أنالوج، والكنترولر تكون عبارة عن أوبريشن أمبليفاير. هنا الإشارة مالتي تكون عبارة عن أن تكون هنا كونتينيوس قاربها سامبل سيجنال، أنالوج تقابلها ديجيتال سيجنال، والكنترولر بدل ما أوبريشن أمبليفاير راح تكون شنو عبارة عن مايكرو كنترولر أو مايكرو بروسر. طلاب جاي تسمعون ولا لا؟ إيه أستاذ إيه. أي الله خير إن شاء الله. أنتم أخوان بقى عندي أنا تسمية أسميها إذا السيستم مالتي، السيستم مالتي أخوان هذا أخوان كله راح نأخذها بالتفاصيل، نأخذها أنا جاي أشرح لكم إياها كإنترودكشن، بس بدينا نأخذها شنو التفاصيل ماله، يعني لا تقول ناس يعني ما افتهمناها، لأنه هذا شرح مجمل لتفاصيل بعدين نأخذها بتفاصيل دقيقة. السامبل داتا سيستم، السيستم مالتي أسميه سامبل داتا سيستم إذا كان يحتوي على إشارات، إشارات قسم منها أنالوج وقسم منها شنو ديسكريت، أسميه سامبل داتا سيستم. هذا السامبل داتا سيستم لو تلاحظون الانبوت هنا شنو الانبوت مالتي شنو تكون هنا ار اف تي تكون أنالوج. أنا شو مستخدم هنا؟ محول أنالوج تو ديجيتال كونفرتر. ليش أحول أنالوج؟ لأن أنا داخلها على كمبيوتر. إذا بالكمبيوتر شنو أتعامل وياه شنو؟ لازم داخله شنو ديجيتال سيجنال. أحول أنالوج تو ديجيتال كونفرتر. هذه تحولت الآرا وكي يشوف لاحظ شنو يكون هنا سامبلز، وبعدين آخذ إيش قد الورد لينث مالتي أحولها شنو إلى ديسكريت. الآن هذا البلانت مالتي، البلانت مالتي على سبيل المثال الأنبوت داخل اللي هو شو يكون؟ يكون اللي هو شنو؟ أنالوج. اذا انا احتاج ديجيتال تو انالوج كونفرتر. الداخل للانبوت للديجيتال شو يكون؟ الديجيتال تو انالوج كونفرتر تدخل عليه شنو هو عباره عن شنو؟ ديسكريت سيجنال داخله. الاوت مال شو يكون؟ انالوج سيجنال. هسه ناخذ اخوان هاي بالتفصيل شلون هو عباره عن زيرو اوردر هولد، وهذا زيرو اوردر هولد ناخذ اشتقاق مالته وناخذ شلون يحول الاشاره من انالوج الى شنو ديسكريت. لاحظ والاوتبوت مال البلانت مالته شو تكون؟ شو تكون عباره شنو؟ عن انالوج. اذا اخوان الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هي عباره عن سامبلر زائد كوانتايزر، حولتها من انالوج الى شنو؟ ديسكريت. يعني الانالوج تو ديجيتال كونفرتر عباره عن سامبلر زائد شنو؟ كوانتايزر. الديجيتال تو انالوج كونفرتر عباره عن زيرو اوردر هولد، وزيرو اوردر هولد اخوان هو عباره عن ايدل فلتر. هو عباره عن ايدل فلتر احولها من 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 ديسكريت احولها شنو الى انالوج، وسوينا يعني درايف للبلانت مالتي، بعدين ترجع الاشاره مالتي للكمبيوتر اذا احتاج ام انالوج تو ديجيتال كونفرتر. هذا السيستم اخوان، هذا السيستم اللي يحتوي على اشارات تكون قسم منها اشارات نسميه يكون شكلها كونتينوس او انالوج، وقسم منها ديسكريت او سامبل. هذا المنظومه نسميها سامبل داتا سيستم. خاف يجيك تعريف شنو السامبل داتا سيستم؟ قول هو سيستم يحتوي على اشارات قسم منها انالوج وقسم الاخر شو تكون ديجيتال. هسه نجي ناخذ اخوان شنو انالوج تو ديجيتال كونفرتر، وراح بعد راح اعطيكم عليها تجربه، وهالتجربه هذه راح شو اسمه اوضح لكم عليها شلون برنامج وشلون يحولها من انالوج الى ديجيتال. السامبلر اخوان الانالوج ديجيتال كونفرتر هي عباره عن سامبلر زائد كوانتايزر. اذا اخوان انا عندي هذه الايدل سامبلر. الايدل سامبلر هو عباره عن شلون اخوان؟ عباره عن الكترونيك سويتش. شلون اخوان عباره عن الكترونيك سويتش؟ عندي هذا كونتينوس سيجنال او نسميه يسمونه بالاتصالات مودوليشن سيجنال. احنا نسميه شنو؟ كونتينوس سيجنال اليو اف تي. اسوي له ملتيبليكيشن هذا اليو اف تي اخوان، هذا اليو اف تي. اعملها ملتيبليكيشن ويا ترين اوف امبلسز. يعني شلون اخوان ترين اوف امبلسز؟ الامبلس فانكشن تكون الدوريشن مالها كلش قليل، والارتفاع مالها شو يكون؟ يكون عالي، والاريا مالها شو تكون؟ قيمتها واحد. هذا تعريف الامبلس فانكشن. ترين اوف امبلس يعني اخوان سيريز من امبلسز اعمل ملتيبليكيشن بين اليو اوف تي والترين اوف امبلسز، الاوتبوت اخوان راح يقطع لي اياها، راح تقطع لي هالسيجنال هذه بالامبلس هذه بالامبلس.
فبنتقطع اخوان راح ياخذ شكل الانفلوم مال السيجنال مالتي. هذا اخوان نسميها الموديليتد سيجنال النيو ستار اوف تي، نسميها الموديليتد سيجنال او نسميها يسمونها بالاتصال يسمونها موديليتد ويف. اذا اخوان الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هي مالتيبليكيشن بين تو سيجنال، سيجنال مالتي كونتينوس سيجنال مالتي، وبعدين شنو هو مضروبه بترين اوف امبلسز فحصل شنو على سامبل سيجنال. هذه السامبل سيجنال مالت اخوان اللي هي مالتيبليكيشن بين هذا الترين اوف امبلسز، يعني امبلسز متكونه من كي ان عدد امبلسز عددها انفينيتي من كي يكون 0 الى كي يكون انفينيتي دلتا اوف تي ناقص كي تي، يعني اد كي تي تظهر شنو هذا اد انستانت تظهر شنو امبلس اد انستانت اوف تي تظهر شنو امبلس، لان هذا تي يساوي شنو هو كي تي، يعني كي 0 كي 1 كي 2 كي 3 4 وهكذا الى انفينيتي رقم كبير من من الكي. هذا اخوان اذا الانالوج ديجيتال كونفرتر عباره عن شنو سامبلر، هذا حولته الى سامبل، بعدين هذا السامبل اخوان اسوي له كوانتايزيشن. شلون اسوي له كوانتايزيشن؟ احدد الليفل مال، اقول ايش قد الورد لينث مالتي مثل ان يساوي 3، راح احدد الليفل مالتي شنو هذا ب 8 ليفل. من احددها ب 8 ليفل اجي اقرا هذا الليفل مالتي ايش قد الليفل مالتي كان يقارني مثلا قيمته 3. اذا شلون انا اذا شو يصير امثل هذا السامبل، اقول هذا يمثل لي 1 1 0، هذا الليفل مالت هذا السامبل مثلا يساوي لي مثلا 7. اذا شو يكون السامبل مالتي؟ اقول هذا امثلك ديسكريت يصير 1 1 1. اذا اخوان انا الانالوج ديجيتال كونفرتر هي عباره عن شنو؟ عباره عن سامبلر وعباره عن كوانتايزر. السامبلر اخوان اقطع بها حصل على هذا السامبلز، حصل هذا السامبلز باص شنو السامبلر. اما الكوانتايزر الكوانتايزر اخوان احدد قيمه هذا الليفل، كل ليفل من ذنب مع الليفلات مال السامبلر احدد قيمته، اقول هذا الليفل ايش قد يقارن الليفل مالته، بدل يقارن قيمته 3 اقول شنو 1 1 0، هذا الليفل الاخير خلاص على سبيل المثال قيمته 7 راح يكون شنو 1 1 1، هذا مثل الليفل قيمته 4 اقول شو يساوي ده 1 0 1 شكل يعني. يعني معناته شنو انا احدد الليفلات مالتي، اقول الليفل مالتي واحولها من كونتينوس احولها شنو الى ديسكريت الى شنو ديجيتال سيجنال. هذا اخوان هذا الانالوج ديجيتال كونفرتر هو عباره عن الكترونيك سويتش. الالكترونيك سويتش هو مالتيبليكيشن بين تو سيجنال يو اف تي، عمليه مالتيبليكيشن ويا ان اوف امبلسز قطعتها. وهذا اخوان هذا الاشاره هذا التردد مالها اخذه اكبر من هذه ب 20 مره. ايش قد التردد ايش قد الباندويث مال هذا السيجنال يو اف تي مالتي؟ مثل الباندويث مالتي خلاص سوينا 1 كيلو هرتز، اذا هذا اخذ ايش قد 20 كيلو هرتز. ليش اخوان اخذ 20 تايمز على مود احصل على المواصفات مال الديجيتال نفسها مال الانالوج، احصل على نفس مواصفات السيجنال بحيث ما احصل يعني عمود احصل نفس المواصفات مال السيجنال، لان اقترب من الديجيتال تقترب من شنو؟ تقترب من الانالوج نفس بالمواصفات. هذا اخوان التمثيل مع السامبل سيجنال مالتي راح تكون سوميشن من كي اكول 0 الى كي اكول انفينيتي لليو اوف تي دلتا اوف تي ناقص كي تي. اما اخوان الديجيتال تو انالوج كونفرتر، هسه انا قلنا بالستركشر مال ديجيتال كنترول عندي انالوج تو ديجيتال وعندي ديجيتال تو انالوج كونفرتر. هذا اخوان هم عاملكم انا عليها تجربه ان شاء الله، وراح ناخذها المحاضره الجايه راح اعطيكم التجارب، بس اليوم نوضح لكم شلون راح يصير السياق ما بين المختبر والدرس النظري. ورا ما نكمل المحاضره الديجيتال تو انالوج ديجيتال تو انالوج كونفرتر اخوان انا اللي هو البلانت مالتي الداخل اللي شيء يكون لازم يكون انالوج، اذا انا الاوتبوت مال الكمبيوتر شنو هو يكون ديجيتال، عمود احوله احتاج الى ديجيتال تو انالوج كونفرتر. هذا اللي يحول نسمي شنو هو زيرو اوردر هول. زين شلون انا احول؟ لاحظوا اخوان هذه الاشاره ما نسال اخذناها، هذه هي الامبلس مالتي الحمر اسال اللون الاحمر، هذا الامبلس مالتي الزيرو اوردر هول. اخوان الزيرو اوردر هذا حولنا هذه يسوي له هولد يجي على السامبل هذا الليفل مالته يسوي له هولد عليه، يعني يجي يمسكه الى ان يجي السامبل الثاني ياخذ الليفل مال السامبل الثاني يمسكه، يعني يبقى ثابت على نفس الليفل هذا الى ان يصل. هذه يسمونه
هولد سيركت يجي يمسك الى ان يصل لفل الاخر، وهكذا تتكرر العمليه الى شكل يكون شكل الاشاره يكون ستريس. اذا انا الداخل ليش هو السامبلز الداخل للزيرو اوردر هولد او دائره الهولد سيركت اللي هو زيرو اوردر هولد داخل السامبلز. هذا السيركت اخواني الكتريك سيركت ياخذ شنو قيمه الليفل، قيمه الليفل يمسكه الى ان يصل شنو الليفل الثاني، يمسك الليفل الثاني وهكذا تكرر العمليه الى ان شنو ياخذ شنو السامبل كله. بعدين انا هذا شنو هذا اللون الاحمر هو السامبل سيجنال، السامبل سيجنال اللي احنا شفناه قبل ديجيتال تو انالوج. اللون الاخضر هذا شنو هو هذا الهولد سيركت، هذا اللي يعمل شنو ياخذ قيمه السامبل ويمسك الى ان تجل تصل القيمه الاخرى للسامبل الاخر، وهكذا تكرر عمليه لكل السامبلز. ادخل هذا السيجنال هذا الهولد هذا اللون الاخضر اللي هو هولدمان سيركت ادخله وين؟ الانالوج، الانالوج فلتر ادخله على فلتر، الفلتر راح يطلع لك هذا الانالوج اللي هي يو اف تي. اذا اخوان لو اخذ اني لو اخذ بلس من البلصات هذه يعني بين هذا السامبل وهذا السامبل او اي سامبل تو سامبل ادجسنت سامبل اي سامبل مجاور اخذ شنو اخذ بلس. لاحظ اخوان هذا السامبل هذا الداخله راح اسوي له هولد الى ان يصل السامبل الاخرى، فراح اخذ هذا السامبل وهذا السامبل راح تكون هذه عباره عن يونت ستيب بوزيتيف ويونت ستيب نيجاتيف ايدج. المجموع من هذا بوزيتيف ستيب وهذا النيجاتيف ستيب لاحظ اخوان راح يطلع لي بالضبط راح يطلع لي هذا الاشاره مالتي. يعني هذا من جايه من امسك هذا السامبل الى السامبل الثاني راح ينطيني شنو بلس بالبوزيتيف والاخرى بلس بالنيجاتيف. يعني يونت ستيب بالبوزيتيف ويونت ستيب بالنيجاتيف مجموع ما ينطيني هذا بلس. فاذا عباره عن شنو بلس بين بتوين تو سامبلز كل ادجسنت سامبل يعني تو سامبل متجاورات راح ينطيني هذا البلس. هذا اخوان اخذنا باللابلاس، اللابلاس مال يونت ستيب شنو هي 1 اوفر اس، هذه نيجاتيف ايدج اللابلاس وفيها شيفتنج مقدار ايش قد اخذنا شيفتنج ثيرم فير شيفتنج ثيرم مقداره تي. اقول لابلاس مال يو اوف تي ناقص تي هي اي تو بار ماينس تي اس على اس، والنيجاتيف مال شنو الايدج مال شنو نيجاتيف. اجمع هذا الاشاره ويا هذا الاشاره اجمعهن يعطيني اذا الزيرو اوردر هولد اللي هو هذا يعمل لي هذا الديجيتال تو انالوج كونفرتر واحد يكون الترانسفر فانكشن مالت واحد ماينس اي بار ماينس تي اس على اس. هذه منين جايه؟ جايه من شنو؟ اي تاخذ اي سامبل من هذول السامبلات وش اسمه؟ واشوف البلس مالتي. لان هذا بين هالسامبل هالسامبل هذا يعطيني بلس، هذه بلس بالبوزيتيف وهذه بلس بالنيجاتيف، المجموع مالهن راح يعطيني هذا شنو هو؟ السامبلز مالتي. هذا اخوان عمل الزيرو اوردر هولد. اذا اخوان ديجيتال تو انالوج كونفرتر هي عباره عن زيرو اوردر هولد، يعني دائره مال هولد سيركت، هذا الهولد سيركت تاخذ يدخل الى امبلس. هذه البلس يدخل يثبت الليفل ماله الى ان يجي البلس الثاني، ياخذ البلس الليفل مال البلس الثاني، وهكذا تتكرر العمليه الى ان شنو؟ ياخذ شكل البلس مال السيجنال كلها. نجي ناخذ اخوان شنو الادفانتج مال الديجيتال كنترول. الديجيتال كنترول اخوان الاكيورسي مالته والامبليتيشن ايرور هذا من الادفانتج مالته والفلكسبيليتي والسبيد والكوست. الديجيتال سيجنال اخوان ار مور اكيورات ذان ذير انالوج كونتروفيتس. الامبليتيشن ايرور امبليتيشن ايرور ار شنو كلابل شنو شخص طبين اخوان الامبليتيشن ايرور. انا عندي الايرور بالديجيتال منين جاي اخوان؟ جاي من الكوانتايزيشن ايرور. ليش؟ لان انا من اقرب الليفل احتمال قيمه السامبل اذا كانت اقل من نصف اقرب اقل ليفل، واذا كانت اعلى من النص اقرب الى اعلى ليفل. يعني اذا اكو ايرور، هل ايرور هذا جاي شنو؟ نتيجه انا اذا ازيد نمبر اوف بت، اذا ازيد النمبر اوف بت يعني ازيد بالورد لينث هذا الليفل انا راح ازيده، من ازيد هذا قيمه الليفل راح الايرور هذا مالتي شيء يكون اقل. اما بالانالوج القيم الار وقيم السي فيها ايرور، وهذا الايرور ثابت ما اقدر اتحكم فيه لان ايرور مصنعي، يعني قيمه المقاومه مثل 1 كيلو اوم بس يجوز هي بلس ماينس مثل يعني كذا اوم، يعني مثل 1
كلام بس بيجوز فرق 2 اوم 3 اوم زياده او نقصان، هذا خطا يعني شلون بالتصنيع موجود، انا ما اقدر اتغير به. اما بالديجيتال انا اقدر اتحكم بالايرور مالت، ليش؟ لان بس ازيد النمبر النمبر اوف وورد لينث، ازيد النمبر اوف ال بالوورد لينث اتحكم بقيمه شنو؟ قيمه الايرور مالتي، فذلك الليفل مالتي اقللها. وهسه راح تشوفونها بتجربه ناخذ الوورد لينث مثلا ان 3 ان 8 مثل ان 10، يعني مثل دخلنا ان 3 مثل الكوانتايزيشن ليفل تكون 8، اذا اخذنا الان 8 الكوانتايزيشن ليفل راح تكون 256 ليفل، الان 10 الكوانتايزيشن ليفل راح تصير 1024. فانا شنو الارر هذا مال الكوانتايزيشن ارر اللي راح اتحكم به من التحكم، لان شو يساوي الكوانتايزيشن ارر؟ يساوي البي بيك تو بيك على 2 تو بار ان ناقص 1. فايش يصير عندي؟ كل ما يزيد نمبر اورد ان اللي هي وورد لينث الايرور مالتي شو يكون يقل؟ راح يقل شنو الايرور مالتي. هذا اخوان الفلكسبيليتي امره شو تكون عند اخوان بالديجيتال كنترول، راح تكون عند الكنترولر عباره عن كمبيوتر. اذا الان الكنترولر عباره عن الجوريثم، يعني برنامج. الكنترولر عباره عن برنامج، البرنامج انا اكتبه، يعني من تغير البلانت مالتي، افرض البلانت مالتي كانت مثلا موتور واستعمل له سبيد كنترول اسيطر على السرعه مالته، والموتور مالتي يريد تغير اسوي له بوزيشن كنترول. بوزيشن كنترول مثلا تغيرت المنظومه مالتي من سبيد الى بوزيشن كنترول، اسوي مثلا السيطره على الموتور. فاني بالديجيتال كنترول بس مجرد اغير الالجوريثم، بس مجرد اغير البرنامج. اما بالديجيتال ما اقدر اغيره، لازم اجي اغير قيم الهاردوير، يعني اغير قيم المتسعات وقيم المقاومات على مود شنو اقدر اغير شنو المنظومه مالتي كنترول مالتي اذا تغيرت المنظومه. اذا هي شو يكون اكثر مرونه بالديجيتال، والسرعه مالت اخوان السرعه مالت تكون يعني عاليه. اما ديجيتال كمبيوتر ميلز سوبريور بيرفورمانس ات فيري فاست سبيد، والكوست ديجيتال كنترول ديجيتال كنترولر ار مور ايكونوميكال ذان انالوج كنترولر، وتكون هنا شو تكون اخوان تكون ارخص من ناحيه الكلفه، تكون شنو هي تكون ارخص. اما المساوئ اخوان المساوئ مال ديجيتال كنترول، عندي اولا عندي شنو عندي اولا عندي سامبلنج اند كوانتايزيشن بروسيس والديجار سيستم بيرفورمانس. هذه مال السامبلنج والكوانتايزيشن راح تاثر لي على شكل الديناميك ريسبونس مالتي، يعني شلون تقول يعني لازم انا شوفه عندي كوانتايزيشن ديفول لازم تكون عند الورد لينث مالتي عاليه، اذا زدت الورد مالتي لينث عالي راح اقلل شنو كوانتايزيشن ايرور. بس شنو اذا شنو ستؤدي عمليه اخذ اعاده والكميه تدور اداء النظام. يعني هذه ماكو يعني قسم من الافقد قسم من 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 المعلومات هذا المقصود بها. سوفت وير ايرور يعني اخطاء برمجيه اكو عندي، لوس انفورميشن تقريبا نفس الخطوه الاولى ديورين كونفيرشن ديو تو تكنيكال بروبلم. يعني من اعمل سامبلنج واعمل كوانتايزيشن قسم من هالمعلومات راح افقدها، ليش؟ بالتقريب مال كوانتايزيشن ليفل من القريب الى اعلى ليفل او الاقل ليفل حسب الليفل العينه اللي هي قريب له راح شنو تكون خساره بالمعلومات مالتي. وفروم تراكنج بيرفورمانس سايد ذا انالوج كنترول سيستم اكسل جود بيرفورمانس ذان ديجيتال كنترول سيستم. بالانالوج الانالوج طبعا اخوان يكون اسرع من الديجيتال، ليش؟ لان عمليات هنا تكون بارلل عمليات، اما بالديجيتال تكون عمليات شنو سيريز، فذلك يكون اسرع. والتراكنج يعني نحصل شنو التراكنج اخوان يقصد به؟ يعني الدايناميك ريسبونس الاوتبوت يكون نفسه هو شنو الانبوت. اما بالديجيتال اخوان لازم اخذ السامبلنج بريود ان تي اخذ ابروج زيرو. ابروج زيرو يلا يصير عندي شنو الديجيتال مشابه او مقارب لشنو للسيجنال مال الكونتينيوس. والديجيتال كنترول والانترودوس دلينج اللوب. يعني بسبب انا مستخدم شنو بالديجيتال من اسوي برنامج ايش راح استخدم؟ راح استخدم ستيتمنت، كل ستيتمنت تحتاج الى وقت. هذا الوقت اخوان راح يسوي شنو ديلي بالسيستم مالتي، يكون راح يسوي ولد شنو ديلي باللوب مالتي. هذا اخوان ديس ادفانتج بالديجيتال كنترول. الابلكيشن اخوان موجود بكل الحياه ماله. هذا على سبيل المثال كلوز لوب دراج ديليفري سيستم. هذا اخوان يعني هنا بالتطبيقات
الطبيه مثل مستخدمين كمثال مستخدمين الاطباء التطبيق الطبي مثلا يعني شخص مصاب بالسكري فانا شو احتاج له شنو ماده الانسولين على مود انه شنو احقنه ماده الانسولين على مود شنو رجع نسبه التوازن مالت السكر مالته فيعني شيء خلونا سنسر على الشخص المصاب هذا السنسر يقيس نسبه الدراج تانك هذا دراج يعني خلاص شنو يعني شنو عندي هنا راح يحقن لي ماده الانسولين على محافظ على التوازن مال شنو سيستم مال يعني توازن مال ماده الانسولين يعني هذا كمبيوتر هذه هنا دراج بامب وهذه هنا سنسر يقيس لي ماده الانسولين موجود داخل الشخص المصاب فهذا من يشوف نسبه الانسولين تقل هذا راسا ينطي عازل للكمبيوتر هذا يحقنه ويعوض له شنو قيمه الانسولين شنو عنده النقص هذا كمثال طبي موجود عندنا مثال اخر اخوان بالطائرات كل الطائرات اخوان موجوده شنو هو الكمبيوترات اما تنطي معلومات عن وضعيه الطائره بعدها قربها من مركز القياده او اخوان يعني معلومات عن تنطي عن الهدف اللي هي راح باتجاهه تنطي معلومات انه هو الطائر على ارتفاع هالقد هذه كلها باص شنو كمبيوتر واكثر الطائرات تحتوي على اكثر من كمبيوتر مثل الطائرة F-16 بها اربع كمبيوتر وكل كمبيوتر ينطيها مثل واحد على المواصفات مال الطائرة على مثل على يعني شلون تقول يعني عندك الطائرة شنو الانجن مالها يعني مثلا المحرك مالها نسبة الوقود الضغط مالها يعني اي شيء درجه الحراره يعني اي شيء يتعلق بالطائره يعني يتعلق بمنظومه الطائره او يتعلق بالهبوط مثل بالهبوط بالاقلاع بالطائره تنطي معلومات هذه الكمبيوترات موجوده تنطي شنو معلومات انه انا الطائره بصوره عامه هذا اخوان هم منظومة الطائره شلون نستخدمه ومثال اخر مثل مستخدم شنو بالروبوتات شلون انا استخدم بالروبوت سواء الروبوت يعني عمله وشلون تنطيني دقه اكثر من استخدام الهومن يعني اكثر من استخدام البشري دقه اكثر من استخدام البشري مثل يعني بالولدينج او بانتينج يعني باللحيم او بالاصفار شلون استخدم شنو الروبوت او اي استخدام للروبوت اخر كاستخدامات مثل هذه يعني الروبوت يعني سواء يعني يتحرك وانا اريد من عنده عمل معين يعني يقوم به هذه انواع اخرى من الروبوتات اللي يقوم بها اخوان هذه انترودكشن سريعه على الماده مالنا وان شاء الله ناخذها بالتفاصيل هذه بس مجرد مقدمه على الديجيتال كنترول وشنو هذا الديجيتال كنترول شنو هو مقارنه بالكلاسيكال كنترول ايش راح يقول لكم طلاب وياي مو نعم استاذ خوش هذا اخوان مقدمه على الديجيتال كنترول هذه شلون تقول بس وصف عام شنو هو الديجيتال كنترول يعني الديجيتال كنترول اخوان خلوه ببالكم هو عباره عن شنو عندي اهم شيء الكنترولر هو عباره عن كمبيوتر بما ان الكنترولر كمبيوتر وانا البلانت مال تريسيو درايف اذا انا لازم شنو احتاج انالوج تو ديجيتال كنترولر يعني انالوج تو ديجيتال كمبيوتر بعدين الاوتبوت مال الانالوج مالتي يكون مال البلانت مالتي يكون انالوج اذا ندرج على الكمبيوتر لازم احتاج ديجيتال تو انالوج كمبيوتر اذا اليوم انا اخذنا بس شنو ستراكشر مال الديجيتال كنترولر يعني شنو هو كمبيوتر وعنده حول من انالوج ديجيتال وبعدين ديجيتال تو انالوج كمبيوتر هذا اللي اريدكم تفهمونه الاسبوع الجاي ان شاء الله ناخذ تجارب وبالتجارب راح اعملكم عليها شلون اسوي تجربه مثلا احول من انالوج الى ديجيتال شلون اكتب البرنامج احوله وشلون نفتهمها هي لان نحولها انا صراحه تلاحظون من احولها من انالوج الى ديجيتال راح تفهمون اكثر بالعملي بعدين نفس الوقت هذا عليها تجربتين هذا المحاضره راح انطي عليها وشلون اسوي ديجيتال تو انالوج ارجعها من ديجيتال احولها الى انالوج يعني من اقول انالوج تو ديجيتال معناته اكو عندي سامبلر وكوانتايزر يعني عامل اسامبلر وكوانتايزر شلون اسويهم برمجيا
بعدين من ديجيتال تو انالوج، من انالوج تو ديجيتال كونفرتر، شلون عندي زيرو هاردر هولد اللي هو هولد سيركت ويا شنو ايدل فلتر ويا لا باس فلتر، شلون اعملهن على مود احول شنو هو من انالوج من ديجيتال تو انالوج كونفرتر. هذا اخوان المطلوب منكم، راح انزل لكم المحاضره ومسجله اخوان، مسجله على الصف مالكم الاعتيادي. هذا الصف انه بس انطي اونلاين، انطي شو اسمه، انطيكم المحاضره. فاذا راح انزل لكم يا اخوان هناك على الصف مال الاعتيادي، يمكن كلكم سجلين به، حتى ما مسجل خلوا يسجل به. وراح اخذ الحضور مالكم ان شاء الله، اي واحد يحضر راح عشان انت ما يكون جهده تروح. والحضور مالكم اخوان علي درجه حسب ما التبليغات اللي وصلتنا، الحضور مع الطالب عليه درجه، وتذكرون العام كان كانوا انطوا نص الدرجه بس على الحضور، حضور الطلاب. احد عنده سؤال طلاب؟ بصوره عامه اي سؤال اخوان. المختبر من الاسبوع الجاي اخوان نبدي به، عليكم انتم تريدون انا اقسمكم كل ثلاث طلاب. انتم كم طالب كل عددكم؟ حكم تقريبا استعد 60 طالب او اكثر. 60 طالب، ايش قد ثلاثه ما يكفي بالعاده، ثلاثه وواحد يكتب التقرير بالتعاون ويا اثنين الاخرين، وكل ما صير تجربه واحد يكتب. انا ما تكون لكم الامور ابسط، واحد يكتب التقرير وتقدموا له التقرير يعني اسمه باسم ثلاثه، كل ثلاثه يصيرون سوا. استاذ عبد الله، نعم، يعني الموضوع الديجيتال كنترول باختصار انه عندنا ينقسم ثلاث اقسام، موديلنج وتحليل وتصميم، واضح؟ اي بالضبط. عشان الديجيتال كنترول انا شلون اسوي موديلنج، يعني انا عندي شلون الترانسفر فانكشن للمنظومه مالنا، يعني عندي بلان تحليل شلون نحلل هذا الريسبونس مالنا، التايم ريسبونس مالنا شلون نحلله. واضح استاذ. استاذ يعني اسوي ديزاين، اسوي ديزاين شلون نعمل كنترولر للسيستم مالنا، يعني من نقول نحلل السيستم مال الاناليسيس، يعني شلون يعني التايم ريسبونس مثل ترانزيت وستدي ستيت، ندرس مواصفاته وشلون نسوي السيستم مالنا يكون ستيبل، ناخذ طرق ما تشيك السيستم مالنا ستيبل مثل الروت كراتيريا والبيوريتي والفاكتورايزيشن مثل، وشلون نسوي مابينج، شلون نعمل مابينج، شلون نعمل مابينج بين نحول من كونتينوس الى ديسكريت. هذا اخوان كله راح ناخذه بالتفاصيل، بس هذه انترودكشن، يعني تعرف انت، يعني انت اول مره تدرسون ديجيتال كنترول، ولو انا وياكم نصكم يعني على اللوحه عشان فصلت لكم تفصيل الدقيق، بس يعني يعني مقيد، مو كل شيء اقدر اسويه، فذلك حتى بالكلام اكون مقيد، لان مو لوحه وارسم لك شلون يصير انالوج تو ديجيتال على سبيل المثال، وشلون يصير السامبل، وشلون ناخذ الورد لينث هلقد قيمتها، وشلون ناخذ الكوانتايزنج ليفل، وشلون نقربها. تختلف انه يعني الفيس تو فيس يختلف عن هذا الاونلاين. واضح استاذ. من عنده سؤال اخوان من الطلاب؟ بس اخوان الحضور مالكم كل من بالله كل من يرد لي اسمه. الحاضرين عندكم 49 طالب عندي دائما حاضر. اول واحد منهم حكم؟ نعم استاذ. كل واحد يرد لي اسمه بالله. حكم؟ حكم مروان استاذ. حكم مروان. بعد حسين علي. حسين؟ حسين علي. حسين محمد؟ حسين علي محمد. حسين علي؟ محمد. بعد؟ صالح. أستاذ مريم راكان. ليك محمد؟ بعد؟ محمد رائد فهد. محمد فهد؟ محمد رائد فهد. محمد رائد. والله ما ادري. محمد رائد. زيد شلونك زيد؟ خلاص. مصطفى عصام.
اخوان راح اخذ الحضور مالكم، انا راح اخذ من هنا تشيك الاسماء موجود قدامي. واحد الشكل يصير هوسه. استاذ مريم ركان عبد الله. اشوفه مريم عبد الله موجوده. من عنده سؤال اخوان؟ شيء زيد عندك سؤال؟ زيد لا استاذ، لا استاذ. عندي هون طلاب، ما حد عنده سؤال؟ اخوان المختبر انتم تقسمون نفسكم مثل جروب جروب على ثلاثة طلاب، ثلاثة طلاب قسموا نفسكم يعني ماكو بجروب، وانتم حسب ما انتم تريدوا انا اقسم لكم براحتكم. وراح من الاسبوع الجاي راح نبدا ناخذ تجارب ان شاء الله، ناخذ التجربه ونشرح لكم اياها، هي نشرح ونعطيكم اياها شنو على الخاص يعني الاساس احول لكم اياها ان شاء الله. من يعني من اطلع من هذا راح احول لكم المحاضره، احول لكم اياها بي دي اف هذا المحاضره، واحول لكم اياها كلام. ماشي اخوتي استاذ؟ نعم فارس. استاذ الجروبات، استاذ هسه كل شباب قسمونا جروبين. نعم الجروبات كل شعبه قسمونا على جروبين، يصير يعني يصير نسمي من جروب واحد على جروب اثنين يعني بالتقرير سوى عادي استاذ. انا شو اسمه انا التجربه انا اريد يعني انا راح اعطيكم اياها كلكم سوى، انتم كلكم سوى انا راح اعطيكم التجربه. تمام بس انتم التطبيق مالكم يوم الخميس مو بالكليه؟ هو كله سيميليشن، من عنده حاسبه بالبيت يشتغلها؟ اسمعني فارس. اسمعك استاذ. يعني انتم المختبر تحضرون يوم الخميس بالكليه على السيميليشن هناك عندكم، مو تمام؟ تمام. او اذا عندك حاسبه تقدر تستخدم حاسبتك، هو السيميليشن حاسبتك تطبق على حاسبتك. ليش استاذ عندنا؟ بس من تقدمون تقرير كل ثلاثه يصيرون بتقرير واحد. لو تريدون كل واحد واحد وكيفكم. لا لا استاذ كل ثلاثه. ها؟ كل ثلاثة أحسن أستاذ. أي كل ثلاثة قدموا تقرير وكتبوا أسبوع يعني تقرير مرتب. يعني هسه راح أشوفها تجيكم المحاضرات ما تشوفون إن شاء الله. مفهوم مفهوم أستاذ. أحد عنده شيء إخوان؟ أحد عنده سؤال عن برودكشن مال اليوم؟ أستاذ شكرا أستاذ. اخوان لحضوركم أستاذ. واتمنى لكم ان شاء الله عام سعيد ويانا. استاذ هبه رافع. نعم هبه. ما سجلت حضور انا. هبه رافع. نعم هبه رافع. ما اسمع والله. استاذ هبه رافع انا ما سجلت حضور لي طفل كهرب. ما لحد انا ما اسمع، ما اعرف شو تريد يعني صراحه. سجل حضور. هي برافع سجل حضور. اكتبي بشات لان والله ما افهم شو تقولي. استعذ. نعم. قصي عند اجتماع مع العميد فما كان حاضر اليوم، هسه خليه يبلغك. والله ما اسمع ايش تقول بالضبط. قصي كان عند اجتماع مع العميد، هسه قال لي انه ابلغك. ادري ايش قصي لا ادري. قصي عنده اجتماع ويا العميد هنا. تمام استاذ. انتم هذا الحضور جاي اسجل اسماءكم على الشات مو؟ اي استاذ عم سجل بالشات. اي مجال اشوف اي واحد حاضر اخوي خذ اكتب اسمه. وهناك ما مسجل خلوه يسجل.
شكرا طلاب، هذا يعني من اسمه المحاضرة قوتي. إذا ما عندكم شيء.